نادي أبو ظبي للرياضات البحرية أحد أهم معاقل الرياضات البحرية في الإمارات وقطب أساسي لمختلف الرياضات العالمية والدولية في عالم البحر. هو قلعة عريقة مقرها على كاسر الأمواج في العاصمة أبو ظبي. يعتبر موقعه الحيوي والاستراتيجي عامل جذب لمختلف أنواع الرياضات البحرية العالمية والمحلية. وطوال مواسم ساهم النادي في الارتقاء أكثر بمفهوم الرياضات البحرية عبر تنظيم السباقات العالمية والمحلية المتنوعة كبطولة العالم للزوارق السريعة الفورميلا 1، الإكس كات، الفئة الأولى والفورميلا 2. وإلى جانب البطولات العالمية والدولية يرتفع الشراع لنرى روعة السباقات المحلية التراثية. سباق دلمة للمحامل الشراعية 60 قدماً، السباق الأطول عبر كافة سباقات المحامل، والذي يحكي قصة زمن جميل وماض يستحضره الأجيال معهم في كل موسم. وتأتي سباقات المحامل الشراعية بفئاتها المختلفة لترسم على مياه العاصمة تحديات وإثارة قوية طيلة الموسم، علاوة على سباقات صيد الكنعد والتي تعبر عن الموروث الشعبي الإماراتي وحب الشباب لمغامرات الصيد والتحدي. ولا ننسى بطولات الصيد بأنواعها المختلفة. المهرجانات البحرية المختلفة هي طابع أساسي على أجندة النادي البحري. سباقات التفريس والتجديف والشراع الحديث والتي تتخذ جزءاً أساسياً من المهرجانات التي تقام دوماً في منطقة الظفرة في مدن المرفأ والسلع. أما سباقات الشراع الحديث فهي تأخذ حيزاً مهماً من خلال البطولات المحلية والدولية لهذه الفئة في فئات الليزر والأوبتيميست. على مياه أبو ظبي أبطال رفعوا الأعلام ونجوم عانقوا المنصات للمرة الأولى في مناسبات كثيرة لمختلف الأبطال ومن كل الدول. ارتقى النادي في الجانب المحلي بتنظيم بطولات متنوعة أهمها الدراجات المائية، التزلج على الماء، والفلاي بورد، والموتوسيرف، والزوارق اللاسلكية، كي تكون مساحة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة واحتضانها لتنتقل لاحقاً لمستويات عالمية. صنع النادي فرقاً عالمية مكونة من كوادر وطنية مثلت الإمارات كسفراء للرياضات البحرية في كل المحافل الدولية الهامة، فرفع علم الوطن في أكثر من 50 دولة على مر السنوات الماضية، وحصد الأبطال ألقاب أكثر بطولات البحر شراسة. نذكر منها على سبيل المثال الفورميلا 1، الفورميلا 2، الإكس كات، والدراجات المائية أيضاً. هنا يلتقي النجاح مع التفوق، هنا لؤلؤة تتألق أكثر كلما قدم الزمان في الإبداع على مستوى التنظيم والاستضافة للرياضات البحرية. هنا نادي أبو ظبي للرياضات البحرية.